الرسالة 18/7/2012 أثار الدمار في هذا المنزل، جراء القصف الصاروخي هذا اليوم من صباح هذا اليوم 18/7/2012. شو صار خالي معكم هون اليوم؟ يا خالي كنا قاعدين بالملجأ، قام الطيارة قصفتنا بصاروخ، نزلت من البناء من فوق على الملجأ. تعال فرجك يا ابني الدمار، تعال فرجك. شو عمل؟ تعال شوف هالولاد طلعنا طايرين، الله دخيله. فوت فوت غاد هذا، خلي فرجيك. يا ابني شوف عينك، شوف الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر. رستا 18 الطيارة ترش علينا صواريخ وترش فيها القوادم. الطيارة خربتنا خراب، شوف البناء كله تهدم علينا. طلعنا نركض. وين كانوا الأولاد نايمين؟ الأولاد هون، كنا نايمين هون الأولاد هذا الليل. شوف التعيين، كنا نايمين هون، يقولون لنا تخبوا بالملاجئ لما تقصف في الطيارة، حتى علمنا أنه آمن الملجأ. والله يا خي شو بدي أقول لك، من عادة لا تنسى، لا عنا مي، لا عنا كاز، لا عنا غاز، الله وكيلك تنتيف، كهرباء ما في، أكل ما في هالولاد. لا حول ولا قوة. خبزيات ضربوا لنا الفرن الآلي اللي كنا نترزق لنا، كنا نغمى منه، ضربوا لنا يا خي. شافت عينك شوف، كنا متقاوين كلياتنا هون احنا هالولاد. تعال شوف شوف صغيرونا هاي، شوف سالوا هنا، شوف شوف. مين ضربكم يا عمي؟ مين ضربكم؟ سهل هيك، صغيره سهل. مين ضربكم يا عمي؟ مشان الاسد كمان ما خلانا نلعب العابنا. يا الله وين يا عمي؟ انحرم اللعب، انحرم الرياحة، والله فرشاتنا ما عم نستجر نهدى. الله نطلع من ملجأ لملجأ يا اخي، من ملجأ لملجأ، وين نروح بحالنا؟ شو بدنا نسوي يا اخي؟ تعال شوف هون حطينا الخفانة، مش عارف قال هذا هون يرد عنا، ورد عنا قال اذا جيت القذيفة برا ما تفوت علينا على الملجأ. يعني كلها سماكة هي ما سفتوا منها من الخفان؟ كلها سماكة قذفنا من فوق. الله اكبر، قذفنا من الطيارة يا اخي، السماكة ما دفعتنا. شوف الدمار، شوف شوف الله أكبر. فجر خزانات المي، فجر الحواويز، ما خلانا شيء يا خي. لا حول ولا قوة. شو بدنا نسوي؟ بدنا نروح بحالنا، جانا شهر رمضان ما عندنا شيء ناكله، لا عندنا زيت، لا عندنا صابون، لا عندنا سكر، ما عندنا ملح، ملح بالبيت ما عندنا. لا حول ولا قوة. حرمنا من كل شيء، الله وكيلك الخضرة اليوم ضربنا الحارة، ما في لا خضرة ولا شيء. شو بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ عندنا أطفال، أولاد ابنائي، أولادي، أولاد بناتي. خيو منا لله، شايفه رب العالمين، شايفه رب العالمين. شو بدنا نحكي غير هيك؟ الله ينتقم منه عزيز الجبار، يا رب يا رب تنتقم منك يا بشار، الله يضرك بولادك وبعيونك مثل ما ضريتنا. بعدت لنا الطيران، ما عاد يعجبك الدبابات والمدافع والهاوين، ما عاد يعجبه يا اخي، صار رش علينا في الطيارة هبد هبد. وهمنا نروح بحالنا، ما ظل مطرح هيك نتقاوى بيه، ما ظل مطرح يا اخي.